السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد العصير ديال الشمندر ديال الباربا اللي رائع للأنيميا فقر الدم والإمساك وعصر الهضم. تنحتاجوا في المقادير باربا، برتقال أو ليمون، وقرنفل أو المسمار. تنشدوا القرنفل تنديروه يطلق في الماء طايب حتى يطلق مزيان ويبرد، وتنشدوا الباربا تنقيوها مزيان ونغسلوها ونديروها في الطحان الكهربائي، ونضيفوا لها الليمون والقرنفل وتنطحنوا كل شيء بدون سكر. لا جربتوا هذه الوصفة؟ أنا متأكدة هتعجبكم لأنها خطيرة جدا لمعالجة فقر الدم وعسر الهضم والإمساك. نتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وتجربوا الوصفة وتردوا عليا. خليت لكم الراحة ونتمنى لكم فرجة ممتعة. إلى اللقاء. وعندك تنساو ما تشتركوا معنا في القناة.